فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وبين قوله فر من المجنون فرارك من الأسد؟ نعم، أولا يجب بارك الله فيكم أن تأخذوا قاعدة مهمة، وهو أنه لا يمكن التناقض في القرآن أبدا. وإذا مر بك آيتان تظن أنهما متناقضتان فاعلم أن ذلك إما لقصور فهمك أو لقصور علمك، فتوقف ولا تحكم بالتناقض حتى تسأل العلماء. هذا بالنسبة لإيش؟ طيب، كذلك أيضا صحيح السنة لا يمكن أن يتناقض حديثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. فإذا مر بك ما تظن أنه متناقض فإنما ذلك لقصور فهمك أو قصور علمك، وعليك أن تتريث حتى تسأل من هو أعلم منك. بين القرآن والسنة أيضا لا يمكن التناقض بين القرآن والسنة الصحيحة أبدا، لأن كل حق والحق لا يتناقض. هذه القواعد الثلاث يعرفوها تماما. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنون فرارك من الأسد يدل بظاهره على أن المجنون قد يعدي، وهو كذلك الجذام مرض معدي، وهناك أمراض كثيرة معروفة لأنها تعدي. فصاحب المرض المعدي لا تجالس، اترك. ولهذا قال العلماء يجب على ولي الأمر أن يحصر الجذماء الذين أصيبوا بالجذام أن يحصرهم في مكان خاص لا يتصل الناس بهم ولا يتصلون بالناس، خوفا من إيش؟ من العدوى. لكن قول الرسول لا عدوى ولا طيرة هذا نفي لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن العدوى لا بد أن تكون وأنها فاعلة على كل حال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى ولا طيرة أورد عليه أعرابي من إشكاله، قال يا رسول الله الإبل خمس تضم يعني كالطباء ليس فيها أي شيء فيخالفها الأجرم فتجرم. وهذه إيش؟ عدوى، هذه عدوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من أعدى الأول، يعني معناها من الذي جعل الجرف في الأول بدون أن يخالف الجرفاء؟ من هو؟ الله. فالذي نقل العدوى من هذا المريض إلى المدار الثاني إلى الصحيح هو الله عز وجل، من هي العدوى نفسها. فالنفي لتأثير العدوى بنفسه، والإثبات لإثبات أن العدوى من الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث لا يورد ممرض على مصح، وهذه أعم، يعني أن من له إبل مريضة أو غنم مريضة فلا يوردها على الصحيحة، لأن ذلك من أسباب انتقال المرض إلى الصحيح. فهمت الآن؟ النفي معناه يعني العدوى لا تؤثر بنفسها كما يعتقده أهل الجاهلية. الأمر بالفرار من المجنون وكذلك كل مريض مرضه معدي من باب توقف الأسباب الضارة. نعم.